يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك خلاف بين السلف رحمة الله عليهم في إثبات عذاب القبر؟ حيث إني قرأت في بعض الكتب الفقهية أن أكثر الأئمة قد أثبتوا عذاب القبر، فهل يظهر من كلام المؤلف أن هناك من خالفهم من السلف؟ لا، كلمة أكثر هذا غلط، هذا بالإجماع، أهل السنة مجمعون على إثبات عذاب القبر أو نعيمه، وإنما نفاها المعتزلة. الذين ينفون هذا هم العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم ويقولون لو حفرنا القبر ما شفنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة، لقيناه مثل ما حطيناه. نقول أنتم في الدنيا، هذا من أمور الآخرة، والله على كل شيء قدير، أنتم ما ترون هذا ولا تحسون به، لكن الميت هو إما في روضة وإما في حفرة، ولو كان ما دفن ولو كان على وجه الأرض يصل إليه العذاب أو الروح والرحمة وهو على وجه الأرض، حتى ولو كان في جوف طير أو في جوف سبع أو في صخرة أو في غار أو في بر أو في بحر يصل إليه عذاب القبر أو نعيمه، والله على كل شيء قدير. وأنت ما ترى، ما هو كل شيء ما تراه يصير ما هو بحاصل، ما كثير من الأشياء ما تراها وهي موجودة. أنت مثلا أنت عاقل، تقول أنك عاقل، أنت ترى عقلك، ورنا عقلك. إن قال ما شوفه قلنا أجل أن تسلم، ما أنت بعاقل، مثل ما عذاب القبر أنت ما تشوفه تقول أنه ما هو بصحيح لأني ما أراه، هكذلك عقلك وين؟ روحك اللي أنت تمشي بها ورنا إياه، ولا ما فيك روح؟ قال لا في روح، قلنا ورنا إياه، قال ما أشوفه. وكل ما اللي ما تشوفه يعني ما هو موجود، أشياء ما تشوفها موجودة، أشياء ما تشوفها وهي موجودة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. نعم، فهم بنوا على هذا، إنما نشوفه ولا نرى ولا نسمع، هذا ما هو بدليل ولا برهان. الميت في عالم وأنت في عالم آخر، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، واللي في الدنيا ما يطلع على عالم الآخرة. نعم.